والله انطباعي طيب، كل المهرجان ناجح يعني بجميع ما يتطلب من الأمور الطيبة والشعر والشعار والحفل وتنظيمه. أقول للقصير الله يبيض وجهه على ما سوى، ولا أنسى ناصر القحطاني وأتمنى لهم التوفيق دائما والتقدم. والله دور برنامج الساحة والشعراء وشركة القصير ما هو غريب على المجتمع ومتابع من 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 داخل المملكة ومن خارجها، والشعراء من خيرة الشعراء والبرنامج من خيرة البرامج. والله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله. المهرجان هذا مضمون نجاحه قبل نجيح، احنا عارفين. وعلى قولتي انا قبل شوي اقول هذا المنبر تصدر جميع المهرجانات بشعاره وبصفوفه، بشعاره وبمنظمينه وبصفوفه. طبعا كلامنا في المنبر هذا يعتبر مجروح لان احنا محسوبين عليه، لكن هو تجديد للشعر بشكل عام واضافه للساحه الشعبيه. مهرجان القصير والخامس، أنا أقول لك أنه خدمة القصير للشعر لا تعد بالمهرجان الأول والثاني والثالث. خدمة القصير لهذا الموروث تتجاوز 30 عاما و33 عاما، ودخول قناة الساحة كشريك في هذا الموضوع أضاف لهذا الموروث زخم من النقلة الإعلامية والمجهودات التي يبذلها القصير بتواجد الصفوف المميزين وتواجد الشعراء المميزين وحسن الأداء وحسن التنظيم وخلفيته الكبيرة بهذا الفن، لأن القصير وصفوف صوتة عندهم خبرة في هذا المجال وفي هذا الفن، يعني يعرفون هذا الفن كيف يؤدى ويعرفون هذا الفن متى يؤدى ويعرفون اللحون المتعددة ويعرفون كل ما يستلزم لنجاح هذا الفن. فلذلك لا تستغرب النجاح في أي مهرجان يكون برئاسة القصير وأداء الساحة. وتحياتي. أولا أشكرك على المقدمة. هو المهرجان ناجح وبوادر النجاح باينة، والطريق اللي صارت كلها طريق صراحة يعني تشك النجاح بكل المقاييس، وهذا يحسب أول شيء للمنظمين وللشعار الأكبر. أولا نشكر قناة الساحة، قناة المجتمع الواحد، ونشكر شركة القصير بقيادة الأستاذ محمد القصير وأخوانه، والحقيقة أنهم من إنجاز في إنجاز ومن تطور إلى تطور. مهرجان الساحة الخامس ما هو إلا سلسلة للنجاحات المتقدمة، كل سنة يتطور ويتقدم ويثري الساحة بمحاورات جميلة وبشعراء أجمل، وجميع طوارق الساحة بحمد الله ناجحة لأنها تنظيما وخبرة الشعراء وخبرة المنظمين يعني أدت إلى نجاح هذا الحفل، وبالتوفيق للجميع.